ومعانا نجم كبير برضو على التليفون دلوقتي، معانا كابتن حازم عواض احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الحائز على بطوله العالم او كاس العالم للشباب في مصر، مواليد في سنه 93. كابتن حازم عواض مساء الخير. النورة كابتن خالد عواد، النورة كابتن علاء السيد. لا كابتن علاء لسه مش معانا، كابتن حازم يعني لسه ما جاش. مفيش مشكله، الف مبروك كابتن حازم. يعني قول لي، شفت حققت انجاز ولبست ميداليه ذهب، والنهارده بتشوف الانجاز ده من خارج الخطوط ازاي؟ ان مصر بتحقق كاس العالم في مواليد 2000 امبارح، وقدام مين؟ قدام منتخب كبير جدا زي منتخب المانيا. والله يا كابتن عواد نقول ايه، مبروك اول حاجه للاتحاد المصري لكره اليد، مبروك للشعب المصري على الفوز العظيم ده اللي احنا استنيناه 25 سنه. وانا افتكر كان اخر مره قعدت مع كابتن علاء السيد من 4 شهور، قلت له يا كابتن علاء احنا نقدر نعمل الانجاز اللي حققه الله يرحمه كابتن جمال شمس بالناشئين والابطال اللي عندنا. لا ويعني حاجه مشرفه، يعني انا لغايه دلوقتي بقى لي 25 سنه عودي، كنت بطل كاس العالم في 93، الناس ماشيه في الشارع بتقول لي مبروك يا كابتن. شفت الناس امبارح وفرحه الناس بالشبابنا او ناشئينا الجمال اللي قدروا يكسبوا بطوله من يعني من فم الاسد، بالذات ان منتخب المانيا منتخب يعني كبير جدا، منتخب رهيب، بلد من البلاد اللي هي ليها تقل جوه كره اليد العالميه. بلد عربيه تاخد كاس العالم وسط الاسود الاوروبيين ديت، دي حاجه تشرف مصر طبعا يا كابتن عواد، ونقف على المنصه ونرفع الكاس ان احنا الاول على العالم وعملناها قبل كده، دي حاجه مشرفه لينا وحاجه مشرفه للعب كره اليد في مصر. شايفك حاجه نستفاد منها. في اقل من شهر انجاز برونزيه كاس العالم وذهب لكاس العالم، 2 ميداليه. بردك لازم بردك ما ننساش نشكر كابتن طارق محروس وكابتن هاني الفخراني، ونقول لهم الف مبروك على منتخب 98 اللي دعمنا باربع لعيبه المنتخب 2000 اللي عملوا الانجاز وجابوا اول عالم. كابتن حازم طبعا نشكر الكابتن مجدي ابو المجد وكابتن حسين زكي وكابتن حماده الروبي. يعني حاجه مشرفه، وانا اللي مبسوط جدا ان الجيل بتاع 93 هم اللي جابوا كاس العالم منتخب الناشئين 2000، كابتن مجدي ابو المجد وكابتن حماده الروبي وكابتن حسين زكي طبعا الكونكورد المدرب اللي طالع بسرعه الصاروخ، يعني حاجه مشرفه، يعني نقول له مبروك برضه. كابتن حازم شايف منتخب مصر وهو قادم على بطوله مهمه جدا وبطوله افريقيه في لكره اليد في تونس، معقل برضه معاقل كره اليد الافريقيه، شايف الموضوع ازاي؟ شايف منتخب مصر وهو رايح البطوله دي تاهيل لاولمبياد طوكيو، والناس خلاص في مصر بقت راحه في اتجاه تاني خالص ان مصر هتكسب كاس العالم. هو ان شاء الله هي دفعه كويسه كابتن عوضي لينا البطوله الافريقيه اللي جايه، ان احنا طبعا هنلاعب يعني طبعا اعتبر ان فريق افريقيا هو منتخب تونس ومنتخب الجزائر، لو قدرنا نعديهم هناخد بطوله افريقيا. بس السؤال هنا كابتن عوضي، احنا عندنا بطوله العالم 2021. احنا عندنا المنتخب الاول منتخب ناديين ومنتخب شباب. مظبوط. والجمهور دلوقتي طالب كره اليد في بطوله العالم اللي جايه ان صوتك بيقطع كابتن حازم. احنا عندنا قاعده دلوقتي غير عاديه، 98 و2000 والمنتخب الاول. كويس. والبطوله العالم في ارضنا. كويس. فلازم نجهز لها من دلوقتي عشان نفرح الشعب المصري في وسط ارضنا ان احنا نخش المربع، ويا ريت كمان ناخد ميداليه. هل تتوقع كابتن حازم ان مصر تكسب بطوله العالم على ارض مصر ان شاء الله في 2021؟ اكبر ان شاء الله، وحققناها ان شاء الله وحققناها في 2001 مع فرقتنا رابع عالم كبار. ونقدر وعندنا صوت بيقطع معاك، يا ريت تقول لنا كابتن حازم تاني. يعني زي ما احنا شايفين الخبراء ولاعبينا القدام كلهم بيتكلموا